بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحن كسود أحترني عشر كيني أن كياه ليني أرمها توحيدك وحين أمري سيقوم كي سديدات ما أنتو حكب الله بين أقوم كالسجارات ونمك لرهد اليهود والنصارى. اليهود والنصارى أهل الكتاب نوالسكي رهد ومد وحاية النبي عليه الصلاة والسلام حلقي سي بحاوية لصو عاصرتي أو حلق النبي عليه الصلاة والسلام وصوب حين وليد وهذا كتاب شيئاً أيه إلهي سبحانه وتعالى سودة جي قار أيه كمدن عيبا هايين ضد دين تولي هايستي إنك استو عيه اللومين سيدي متغانا ومده كهرهي أيهنا عيه اللومين شركي لي ومده أيه كهرهي أصيبين أيان سيدا سوكلا وأصيبي وحاجة إيمان كودنا ومتغانا بربر كيان بعي حاجة تنظيم كي شرعات قوانين تلسكوها جلهانا وبابا كريمي تصالة وحين أوفرا عيادا إن هرتال كان ضلالهم بادئ وحوها حول الأمرين متكو السابسان لبا عمر كالأمم السابقة سيد أمم ديها ورئة وكري وشرك الاعتقاد شرك الاتباع أما شرك الإيمان وشرك الشريعة والاتباع مركا حق إيمان كيبا شركة كالي حق وحويا شريعة القوانين اللي فاعل لها وإله سبحانه وتعالى اللي قد أمر لها وأكلمني الله تعالى ليس الوحير يقول وحاتر يا أهل الكتاب كو كتب اللي سوسي وقال هذا كتاب اللي سيو أهل الكتاب كو أهايو قال هذا كتاب كالهيدي ما في عمب اللوية لأنه لا تغلو هكو حد كتبنا في دينكم دينتنا غير الحق وحنا بحي الغلو في الدين ونوع من اعتقاد الشرك وعويا وكل الدوية هاي بدو حاجة غلو الشرك قارسيسنين واجر تاو أهل بدعي إليه ماذا لكن هذا غلو أهل كتاب الوشري وكي كفر لها وشرع هذا اللي هو بحي لا تغلو في دينكم دينتنا هكو حد قلبنا غير الحق وحناق هيل ولا تتبعوا هنا الرعينة هواء قوم ددها ودد قد ضلوا اللمي من قبل هران وأضلوا اللمي كثيرا إنبضا وضلوا كاللمي على سواء السبيل وضلوا توصندنا كاللمي مركة مناسبة بيشتها لواحد هاي لما كان أهل كتاب لليه هاي ويعدل لليه هاي وحاويا ضد اللمي هوددها الرعينة مركا حاويا نبقى نفتسي أهم بقى علماء دولة باي أهل ذات كقدم بي حق الدين شرعا من أي اللو قدم بي اللو الدين بي انحراف كي مركا علماء دولة كل عاي مصيبة دي بعلماء دي كل عاي شعر كل ولا أفو بي قل آكل إلهي سبحانه وتعالى والله تلمام يواكير اللعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وعلى اللعنضي بالي رقودي أهل كتابك أها محالو اللعنضي وحالي ري اللعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وحاق أهل بالي دل حد قدبه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون منكر أي سميان نهاية مكر أرجل ورشوك مكر حديث الترمذي وحوة الماوية إن موقت أورنجي القف كور حمان تهبل ويسكدا ورسكدا قف كبر كدين دين وعير ليش اللي خلي إلا وقع حمان تاس وهل كان لقي استعجب أن يروى لعب بجرين ولا فريسين جرين إلهي بقلوب تسكو كرا عمر فلا يا إلهي كان احتامي مصيبة أطيب مركة وحقة دينتك قتل مركة إلهي سبحانه وتعالى وحو القرآن كو إنه وطل المامين من كاس إنه هاي لمن كتاب إلهي السيئي كتاب كودي من أولوغ كتاب وقال النبي عليه الصلاة والسلام بسود دري أن نوهنون في رسالة وآين حرافية وقلوا عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وحا انت قعنت ذلك القرآن وحيوري جرين هذا من عند الله سأي وحي الشلمات يروه له ولبنى ذبرك الله قيبوت بيها هيا قيبت لو يقان يهود وحايا هيا من حق علمي قلوتهم مركة علمي قلو يقان مركة قرن جرين ونما وحي عاجسي وإن إلهي سبحانه وتعالى أدوم النقضان وشراعات إلهي اللغة مكعجسي بها
نمنا حق قضاء النصارى دنا وحلوت الماوي إنا يا هايين قول جهل جهل جو كبرية حق عبادة البطن المكة رهبان تي وحوي المراه صوم عيوك إلا قرب أي أوبنا مركل لا غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم واليهود ويا صارت وحي قرنيا بيكون لعذيري مات أضلين وأن النصارى وي والله ذي وضوء إله سبحانه وتعالى إن وصل قال إن وقت إسكا إلى رنا وأرى يرى والله أود إلى الله راعي المرك أنت ورس عشرة مرك لما إن شاء الله ملا يود لو كارينا إن شاء الله وكسود وقبلني عشرة قبلنا كريب ساعة عشرة لنا وقت عشرة لنا قال ما له تولد بروح من السبعة ومرك المضن إلا تفر راعي بإذن الله روح إله يجرسي وقال تعالى ليس الروحين قالت اليهود يهودي وحيتر عزير بن الله عزير وإنك الله بين هذين وقالت النصارى نصارى ذي الوحيرة بكريشتانك المسيح بن الله مسيح وإنك الله ذلك كان وحوي قولهم وهذا الكودي بأفواههم أفكر أيكير هذين وباوي يضايف روحي شبهيا قول الذين كوي هذا الكودي كفروا قالوا بي من قبل هران قاتلهم الله إله هلا عنه أن يوفكون حقيقة حق الله إليه أو قرن يعني حقيقة صعبوي. مركا وأتفهم يسهرك وكارم مقطع إيمان كذي إني مركا تحريف اللي بعطيه سو قرتي. هو أي فبين عند الله سبحانه وتعالى كسر سينو قرقاي كرتو تطلعنا أيوه اللي كرتو ترى صارتا حيا لبذا أو عن إله سبحانه وتعالى هالك ويسوي. وقال تعالى ليس الروحين ما كان لبشر البشر وما أهان أن يؤتيه الله إن إله السيو الكتاب كتاب السيو الله سبحانه وتعالى حق ملهوي ابن آدم أن يؤتيه الله الكتاب والحكم إن إله السيو كتاب ومنزل من عند الله الرسول الجي والحكم يحكم إن إله سبحانه وتعالى السيو كتاب الاسكوب معموله وديني نظام النبوات النبي النماء ثم يتكد بيقوله وكله ذا لنا سيدتك كون واحد اهتنى عبادا لي الضماء ليه من دون الله الله كسر ولكن سيشيه يقولون واحد ارامي يا باكو جسماش كونوا نقد ربانيين وكونوا قوي الله سبحانه وتعالى بما كنتم على ذين تعلمون الكتابة كو كتابك برته وبما كنتم تدرسون اي اخرين كتابك الاخرين جسدين سببت يقول نقدة هو إله سبحانه وتعالى حق يسأل وقت الشرة تاسع مركة هو يرى لها يوي يقول له يرى إن متغل الله عامده ولا يأمركم من الذي الأمر يوه أن تتخذوا إنك يلتان الملائكة ملائكة والنبيين أربابا إن ربيك يلتان أي أمركم وحال ذي الأمر يوه بالكفر قال له بعد أنتم مسلمون مكا مسلمين نغتين بعد إذا أنتم مسلمون هو إله هو قاسم ما كان قتيل ده بيا قال له بلدي كوير يا أبي مركا إله مركا مسيح النبي الله عيسى عليه السلام وإن الله مركا ليه وإن لا عابد أو متغنى سدح إله مدي هاي بعشرة عاد قصوا عرفت مركا أرانيا هذا القاسم مركا اللي جور الدنيا إنه بيه وحنك الجرين أتكستو إله سبحانه وتعالى حكمة إن من مسيه وكتاب له سد جدات كوير يا إن الله ضمن ولا marka tanna wax ino tilmaamaysa maadaama qaybta hore lagu soo sheegay xaqi iimaankooda ee dhibaato kaga dhacday xaqa tashriic iyo qawaaniinta ilaahay la raaci lahana bal halkaan ay weegna sidada kaga dhacday idan waqala taala alis ruuhuna itakhadu waxay ka yeesheen akhbaaruhum ulumadoodi warruhbaanuhum iyo suufiyadoodi kooda adaa badna oo zuhada aha arbaaba rabbiya ay ka yeesheen min duurillaahi allah ka sokay wal masiih ibn maryama مسيح إلى مريم رب بيكي يشين وما أمر من الله أمر إلا ليعبدوا إن عبدا مويال إله واحد إله كليا لا إله إلا حق لو عبد مجر إلا هو الله مويال سبحانه الله وكنا سان عما يشركون وحا إلا وذا جنيا هل كان مركب حاين وبحي هل كان محاد أركيسة إن إله سبحانه وتعالى أي نمكا سكوذيب ماشي إله سبحانه وتعالى أضم الله نقول لها وشرعات قوانين تلقى قادم لها إن أي سميستين علماء دي أحبارت وكود علمي لها يكود دي سهود دي وحاوية عبادة اللي قلت المامي أي ربي قياشة ورك إلهي سبحانه وتعالى وحاوية قلت المامي
inay rabbiga ka yeesheen. Markaasee bay rabbiga u yeesheen, ma u sujuudeen, ma u rukuceen, ma jirto taa laba hayo. Waxay u gowraceen iyo ma jirto. Inkastoo sujuudu taxiya ayaga ay agtoodu ay u ahayd in xinaaga oo diimihii horena ayba sax ku ahayd, laakiinse annaga bedelkeediina la siiyey salaamna la siiyey mogta oo la yidhi waa salaam oo aljanna weyaan. Marka nimankan culimmadooda taxliilkii taxriirkii bay ka qaateen, halkaas wey meesha musiibada ay kaga dhacday. Taxliilkii ee taxriimkii bay ka qaateen. Culimmada waxan waa xalaal bay oranayaan waa samaynayaan, waxan waa xaaraan bay oranayaan waa ka tagayaan. Waxay noqdeen marka culimmadii baa sanad noqday, meesha kitaabka ilaahay noqon lahaa xaakim oo dadka kala saara, oo culimmadana ay noqon lahaayeen niman kitaabka ilaahay dadka kula hagayo, baa waxay noqdeen ayaga baa kitaab u noqday. Bedelkii kitaabka ilaahay xaakim noqon lahaa ayaga xaakim u noqdeen. Halkaasay marka ku halaagsadeen nimankaas. Hadda marka tusaale ahaan, haddii culimmo la dabagalay lagu lumay oo ilaahay subxaana watacaala ku tilmaamay ahlu ishraaq inay yihiin kuwaas oo yidhi ilaahay subxaana watacaala laa ilaaha illa huwa subxaanahu camaa yushrikuun, bal ka war gaal kristaan ah oo ama calmaani ah ama waxa weeyaan laa diini ah wuxuu ahaanaya ma ahdo ninkii raadagaba shareeca ka qaadanaya, qawaaniintana ka qaadanaya, waa ebeelaya, waa dhaqaalaynaya, xaquu maraya marka mise cid baa jirta ilaahay subxaana watacaala qaraabo u xigta oo sidaa ku baxsanaysa. Meeshu waxa waa diin, diintaas qofkii siday ahayd ugu dhaqmo u fuliyana waa badbaadaya. Qofka ka bayro wadada ka laaxdana waxa weeyaan wadadii lagu halaagsami lahaa buu maraya. Marka nanka halkaasa maray marka waqaal tacaala alayhi sari wuxuu yihi alam tara meelaan arag ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban qayb oo meel kitaab kitaabka ka mid ah yu'minuuna waxay rumaynayaan biljibti sixirkii iyo daaquuti daaquudku bay rumaynayaan wayaquluuna waxay odhanayaan liladiina kafaruu kuu gaaloobay haa ulaai kuwa ahlu tawxiidka ah ahdaa ayaa ka hanuunsan min aladiina aamanuu ahaa ulaaidaas. Markaa waxay u dhacaysaa nimankii mushrikiinta quraash xasadka marka haduu ibni aadanka galo waa mushkiil noqto. Haa ulaai kuwa mushrikiinta ah baa ahdaa ka hanuunsan min aladiina aamanuu kuwa allah rumeeyey sabiilan xagga wadada lagu badbaaday sabiilu najaat kuwaa sahaya. Oo waxa weeyaan mushrikiinta carabta ee maka joogtay nimanka yahuudda maadaama ay joogeen magaalada madiina cilmi baa la weydiin jiray, wax loola jiray warrinkana naga soo dhexbaxay nimada sheegaraya ka warrama adinka asnaamta caawuda ka fiican bay orijiray xasadan min cindi anfusihim weeyaan waa xasad awgi mogta. Marka meesha maxaa dhacay ibni aadanka miisaan saara adaa fahmi karaya adoon culama aanan ku daalin aan lagu wareerin aanan mogta waxa weya 12 firqooyin oo kala ordaya ayan ku mashquulin ummadda aad ku dhex nooshahay fiiri qiimee. Markaa ilaahay subxaana watacaala caqliga wuxuu kuu siiyey inaad ilaahay ku garato ku caabudo oo aad kaga tagto wixii ilaahay carigelinayo. Xoolo dareeraya lagama dhigin mogta, qof caqli leh oo fikiray oo xisaabtamaya lagaa dhigin, ballanna waad soo gashayo ilaahay subxaana watacaala adoo dhabarka aabbaha ku jira ilaahay wuxuu ku yidhi alastu birabbikum rabbigiin ma ah, kaasoo dhahdee qaaluu balahaa. Marka xujada aad haysato waa maxay maanta? Xujada aad heli karaysay waa maxay inaad tiraahdo waxa weeyaan xujada aad heli karto ah in aad tiraahdo waxa weeyaan anigu waa kala garan waayo wixii waa ku wareeray waa ax suuragal maaha. Marka ummadda meesha ku nool, ummad kasta oo meel ku nool, waxaa la fiiriyaa xagga iimaankooda. Marka la fiiriyo maxay u hoggaansan yihiin, haddaad aragtay inay qubuuro dul tuuliyeen oo sixir iyo khuraafaad iyo balaayo ay aamineen, ogow iimaankoodii inay dhibaato ku dhacday. Dhanka kale fiirta shiruuc iyo qawaaniinta maxay ku dhaqmaan, hadday ku socdaan waxaan shareecada ilaahay subxaana watacaala ahayn ogow inay musiibo kaga dhacday dhanka xakamiyiinta ummaddaasoo kale. Marka adigu lafahaada inaad ka badbaadsataa xaq iyo waajib ku aawiya ayagana aad u sheegto sida ay ku badbaadi lahaayeen. Waqaala tacaala alisari wuxuu yihi qul hal unabikum idiin sheegaa bishari min dalika, taa wax ka shar badan musiibatan xagga abaalmarinta cindallahi laagti waa man cid weyaan lacanahu illaahu ilaahay lacnaday waqadiba calayhi ilaahay u carooday wajacala minhum ka yeelay alqiradata daayeer iyo walkhanaasir iyo doofaaro ilaahay u ka dhigay. Ayagaa ilaahay subxaana watacaala
ورضي كلهم كتباطيوي وإلهي سمتا على كهر ليا أولي يري مانتاس وارسد مانتان هاو وارسد مانتي دورتين لو يالي دولاد مانتي احتيال سميه وانتي كمالا سو جيحان كلهم كي مركو أحد سو قلنا أحد أي كحريان إلهي سمتا على موغة ميا موغة إنو إلهي دول جو ورو بحيا تاسي دريمين وآتي إلهي سمتا على مركا إيري وجعل منهم الخليط والخنازير وإلهي سمتا على كيالا وعبد الطاغوت الطاغوت كنا عبد الطاغوت وحويا وكل ما عبد من دون الله وحى الله سبحانه وتعالى كل عبده بعض الطواقيت بين قلنا مره دوها كقف كل سوء استغير على دستور دين إن نام دين سمعنا يا يوحى تقل بحثا طاغوت بنقول يا إله سبحانه وتعالى غير كيدت وير عبادة وير الشيطان أولئك شر مكان قوة سابوسك وشر بريها وأضل عن سواء السبيل أيانا وضيته سنهد كالله سنهد قلوا حاطر هذا يا أهل الكتاب تعالوا كالي كو كتب هذا للسيو وإنجيلي توراد للسيو تعالوا كالي إلى كلمة كلمة كالي سواء أن أصي منه بيننا لحظيا وبينكم يا أذيك وألا نعبد إلا نعبد إلا الله اللهم ويان ولا إله إلا الله ونقن ويان حلاه الله هذا قول ما هو حلاه هذا حلاه الله يا عباده إلهي أن حاكم شرعي أن كل يوم مش قوانين تلاقي غادرين عبادنا الله ولا نشرك به شيء وحنا أن لو ذاجي ولا يتخذ أصي لأن بعضنا قارفي وبعض قارك فلا أربعة ربيو من دون الله الله كسك فأنت ولو هذا جوستان فقولوا هذا أن أشهد القراء بأننا مسلمون إنا مسلمين نحن قراء نبقى وسيلة صور يهود النصارى ومركوا أمد النبي عليه الصلاة والسلام شهدوا إلى الله تتبعوا النصارى من كان قبلكم حذو القدرة بالقدرة وحير الله دخلوا جهر ذنب إلا دخلتم هذه قد كباشا سهوانت أو حوالي مسعى قليدا قلان وكتب قليسا وهو كان يسا المرك تشابه بإيمانك مركا تشابه أو حق عقيدة بإيمانك وحيماني تشابه حق بقك بإيمانك وحيماني تشابه حق هذا الكيان وهي ماني أسوأ كان شاحك اللبس كيا وهي لأن ما أنت واه إسكوا حسكم مقدوع بنان كيا لوي حتى هذا صوبه عليه وحيلها لو أقول جل صوع عن بحر وحكم إذا الله أكيس صوبه عليه وأرضي سانو كشتان بان هيلة وهل كان لسه تاع النقطة ووحد النقطة برير عاد وش يعني مرك حيلها قال هذا لو أك هذي بي كملت هاي مرك وأنا لو بهاي مرك إلا فهم الله سبحانه وتعالى مركوا إن غيري إن أنا أكان قرداس الله سبحانه وتعالى يري لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء حكتها كان لغننا بعضهم أولياء وبعض إيجا إسحقة ومن يتوله منكم فإنه منهم كيك راعي وللمدى وحال يري إلا إيو دور معنى حمبار سنت ولاية حمبار سنت وحكم إذا أطاع ما كبيرا إن القفك أطاع هذا أيوة الله أدي عشر إلى لقاعات وحكم إذا النصرة إن الله اللي عيدا بالله النقض فهل إذا أيوة وحوي عن وحول بضحية وحكم إذا المحبة ولا جعل هذا سيء اللي بسنين اللي بستي سيء هذا اللي بالله هذا سو ذرة وها وحاسك موقد الوقت وحكم إذا الوقت إن المحبة كم إذا ولا جعل هذا النصرة تبع كم إذا ولو قرقال وأسكر بالله النقض سو ذرة معها وحكم إذا ولو دوا ذي أي واحدا وحويا ولاه وكسره ماشرة. مركب وحيري إن الله لا يهدي إله مهنوني أو مظهر مظهر من إله مهنوني وثبوت ولايتهم إن ولايه ضع السجنات أو قفقة يقص السجنات إنه قال كوري شيء وحيو يجب عدم الإيمان وحيواجب ليس إيمان العام إن سر إيمان مكاجرين مرك إيمان مكاجرين ما يكمل غنيش. مرك عبد الله جعل لك على شريعة من الأمر نبي قال لوير وحكاية لي شريعة دشد وكم إذا كتاب إله يسود جفت الطبيعة رع ولا تتبع هو الذين لا يعلم الكوي هو لوينا وجهاشها هو ذا رع مفهوم مرك وحوي واحدة ويرين هو يهت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملة وأهواءهم دينك ويرين ما يالو هذا كوي يعني تين نبي الله عيسى عليه السلام الله صدره ده تنا بمحمد الخلافتين بود
وعبادة طلع واحد بلا شريك ولا سوي من الله لكن اسمع يكون يريان حوي يكون يريان ما أنت واقع وكم قضايو علم إنك الكريس وقد أتينا بني إسرائيل الكتاب كتاب سيني من الله سبحانه وتعالى والحكم أمه ورزقناه من الطيبات خوالا دقالي وحونا كسنبا إله موقت كرزاقي وفضلناهم على العالمين عالمين تنى وكفضل نبير الله سبحانه وآتيناهم بينات من الأمر حق الدين تنى حجوين بلدسي فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم علم يمكن يدعي إسخلافين وأنا حد قدب الظلم الضروية مركا أهل أيه وأين أيه وأنا لنا سخير على النوع لوبة هي هذه والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك إلهي وحيري كوعا كتاب السينة وكفر حيا بما أنزل إليك وحي لبوس ودجي ومن الأحزاب أحزابتنا وحكم كو إسباهي السينة من يكون بعضه كوة إنكر يقار كبير قل إنما أمرت حال أمري أنا عبد الله هنا إلهي عابده ولا أشرك به أن وحلو ذا جن إلهي أدعو أن الله بأنذتك ويريا وإليه ما أعبي لا بشيء إذن الله بأنه وكذلك أنزل الله وحسود الجنين كتابك أصوى حكم عربية سو حكم عربية لغة عربية كبحية ولن اتبعت أهواءهم هداد هوذا الرعدة بعد ما جاءك من العلم الملك علم كوي بدلدين ما لك من الله من ولي ولا واقل يا مركب وحن اللي إذا هداد رعدة قواس حق إلهي قد حكتاه ولا عدت دفاع ده الميس نبي محمد ما كمان راعيني إلا كيسو الله الله راح أطلي ومدام وبدأ وياه وحل الله اللي ولواني وحل الشيء اللي ليه ورعاه بالكلكت عيدا وعيدا ذر أخلي ليه أنت بالقرآن وحا أنت الله اللي إلهي سبحانه وتعالى إنه لو جبر رجل اللي ليه ورسكيل عليه منكم مهمته وحوي يعني ما دام يهين ومضي الله عصرته ولا نور ومضي النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن الله أكان وقت لغاك إن الله أكان إن الله سوء كيسين إن الله راعي إن الشرع لغا قادا وحاوليا لماك لنا لغا مارا مارك هادا محاد عاي حلقة عمنا الله هادا واحد عاي إن اللي يرد بإيقان له التاليا اللي يرد الدين تودي انتي أركوا إيه قاردنا يقصة ميستي وذي قوين بضل البابا يقصة مران ووين وواسع بهذا الروح لان شركتي وحوي يهودي مسؤوليتي بلايدي وحوي صبستين ودي قوي بدن يدك صومرا مركب ما انت معنا اي قطر بدن تحي ما جرت حل على النول هاي حل اللي وقع في بدن هي ما جرت قفل بمركب وين ودينتي سي راشد قلت على خروج فكري وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.